نحن منتسبو سريه الفتح باولاد بريك العربان من ضباط صف وجنود وقوه مسانده مقاتله، نعلن انضمامنا بكامل قواتنا وتجهيزاتنا تحت إمرة كتيبة 60 مشاب بني وليد بإمرة عمر كنشيل تحت تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير أركان حرب خليفة بن جاسم حفتر، كما نعلن جاهزيتنا للتحرك في أي وقت وفي أي حين. والسلام نعم. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم. الآن نأتي إلى سؤال، كيف جاء انضمام سرية الفتح إلى الكتيبة 60 مشاب بن وليد؟ طبعا نحن انضمينا لهذه الكتيبة بناء على المعطيات التي أمامنا. طبعا احنا الجيش الليبي منضم حاليا تحت إمرة سيادة المشير أركان حرب، فنحن انضمينا بكل جاهزيتنا وقوتنا وعتادنا تحت إمرة هذه الكتيبة وتحت تعليمات سيادة المشير أركان حرب خليفة بن جاسم حفتر. نعم، أين هي أماكن تواجدكم الآن؟ تواجدنا بمدينة طبعا العربان بما بأولاد بريك، ونحن جاهزين في أي وقت في أي حين للتحرك تحت إمرة القيادة نعم. العامة للجيش الليبي. نعم سيد أحمد، حدد لنا موقع هذه المنطقة اللي هي أولاد بريك بالعربانة. أولاد بريك طبعا تقع بين منطقتي غريان وبني وليد، وهذه المنطقة طبعا شاسعة ولها مساحة حوالي 60 في 70 كيلو متر مربع، وحدودها تحدها من الشرق طبعا ترهونة، ومن الجنوب من الجنوب جنوب الشرقي بني وليد، ومن الغرب مدينة نسمة ومزدة، ومن الشمال طبعا تحدنا مدينة غريان وطرابلس. نعم، كيف هي أو كيف هو عتاد هذه الكتيبة وجاهزيتها من حيث الأسلحة؟ طبعا أنت تعرفي حاليا وضع الجيش الليبي أن نعم. وضع الأسلحة العدة والعتاد كانت قليلة جدا، ولكن نتحرك بما نستطيع وأن أقدر عليه. نعم، توفرت لدينا طبعا، احنا الجيش الليبي معروف انه ينقص العتاد، ونحن شاننا شان القوات المسلحه العربيه الليبيه. نعم، وهل لك اخيرا ان تحدد لنا عدد العناصر المنضمين الى هذه الكتيبه من ضباط صف وجنود؟ طبعا القوه هذه السريه، طبعا السريه تبع كتيبه بني وليد، ويتجاوز عددها حوالي 35 عنصرا من ضباط صف وجنود وقوه مسانده اليوم افراد مدنيون، ونحن جاهزون في اي وقت وفي اي نعم. أحمد البريكي الناطق الرسمي باسم سرية الفتح، شكرا لك، كنت معي من منطقة أولاد بريك بالعربان، شكرا جزيلا. لم تكتفي الجماعات الإرهابية بتدمير الدولة وقتل وترويع المدنيين فقط، بل فاقت كل سموم التفكير لزرع الفتنة، حتى أنها أصبحت تستعمل الأطفال وتستغلهم في أعمالهم المشينة من ذبح باسم الإسلام، والإسلام منهم براء. المزيد من التفاصيل تسرده لنا الزميلة صفاء الحاسي في سياق هذا التقرير. نحن قبيلة المحاميد ببرقة والجنوب الليبي، نحيي القوات المسلحة العربية الليبية وقيادتها الحكيمة وضباطها وجنودها، ونبارك لهم الانتصارات الساحقة. يبدو أن هناك خطأ، سنعود إلى تقرير صفاء. وأصدرت قبيلة المحاميد في برقة الجنوب الليبي بيانا أكدت فيه على دعمها الكامل للقوات المسلحة، مباركة الانتصارات التي حققها الجيش الوطني في الهلال النفطي. هذا وأعلنت قبيلة المحاميد دعمها الكامل للقوات المسلحة، مؤكدة على خيار الشعب الليبي والمتمثل في مجلس النواب، كما عبرت عن رفضها لحكومة الوصاية، داعية إلى المصالحة الحقيقية بين الليبيين وبدون تدخل خارجي. ببرقة والجنوب الليبي، نحيي القوات المسلحة العربية الليبية وقيادتها الحكيمة وضباطها وجنودها، ونبارك لهم الانتصارات الساحقة واستعادة مواني خليج السدرة. نعلن دعمنا الكامل واللا محدود للقوات المسلحة العربية الليبية وقيادتها بقيادة المشير أركان حرب خليفة بن قاسم حفتر. ندعم خيار الشعب الليبي المتمثل في مجلس النواب
وهي الجهة الشرعية المعترف بها دوليا، ونؤيد الحكومة المنبثقة عنه. 4. نرفض حكومة الوصاية وندعو للمصالحة الحقيقية بين الليبيين بدون تداخل خارجي. أصدرت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب بيانا رفضت فيه ما يسمى بالقائد الأعلى للجيش الليبي غير الدستوري والمغتصب للسلطة. هذا وأكد بيان المجلس بشأن تشكيل ميليشيات حرب في مدينة سرت، أكد على الدعم الكامل للقوات المسلحة بصفتها المؤسسة العسكرية الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب. قام صنف الهندسة العسكرية أمس بأول عملية إعدام لمخلفات الحرب من منطقة قنفودة، حيث قام الصنف بتفجير عدد من الألغام ومخلفات الحرب الممنوعة من الاستعمال الحربي عالميا، وذلك بعد استخراجها من منطقة قنفودة بعد تحريرها من قبل قوات الجيش الليبي. وحذر صنف الهندسة العسكرية المواطنين من الاقتراب من المناطق والمساكن المحررة، وذلك لسلامتهم، حتى يتسنى لأفراد الهندسة العسكرية من تمشيط المناطق المحررة وتنظيفها من مخلفات الحروب والألغام. اليوم أول عملية إعدام لمخلفات الحرب في منطقة روسا ورقة العقيد فرج حلفين وقائد الأردن العقيد فرج العمامي، وفي عملية تسجيل ما شاء الله تبدو البداية، وما زال عندنا كم عملية إعدام مخلفات الحرب بالكامل. اليوم اول عمليه ان شاء الله، والباقيات ان شاء الله الايام المقبله، نسال الله يتقبل شهدائنا. لم تكتفي الجماعات الإرهابية بتدمير الدولة وقتل وترويع المدنيين فقط، بل فاقت كل سموم التفكير لزرع الفتنة، حتى أنها أصبحت تستعمل الأطفال وتستغلهم في أعمالهم المشينة من ذبح باسم الإسلام والإسلام منهم براء. نعود الآن إلى تقرير الزميلة صفاء الحاسي لنتابع. رقم قياسي سجلته دفاتر المنظمات الحقوقية المحلية والدولية من انتهاكات التنظيم الإرهابي داعش ضد المدنيين. اختراقات وانتهاكات ترتقي إلى أكثر من جرائم حرب بأساليب ممنهجة يقودها من يدعون الإسلام. ولعل أبرز أفعالهم استغلال الأطفال في مختلف الدول التي يسيطر عليها التنظيم. ففي كل مشاهد الذبح نرى الإرهابيين يتعمدون وضع الأطفال في مقدمة أفعالهم البشعة، حيث أوضح مستشارون نفسيون أن هذا الجانب من الانتهاكات يعد من أخطر أنواع العنف ضد الأطفال. كما أن إخضاع الأطفال لبرامج تعليمية لغرس فكر التنظيم في عقولهم وتجنيدهم للقتال وتدريبهم في معسكرات خاصة، إضافة إلى حالات الإعدام والصلب بحق عدد منهم بتهم مختلفة يراها المتطرفون تطبيقا لشرع الله. وفي مشهد تقشعر له الأبدان أثر فيديو على مواقع الإرهابيين، أب منتسب إلى تنظيم داعش يجهز ابنتيه اللتان لم يبلغا 6 أعوام لعملية انتحارية في أحد مراكز الشرطة في العراق. ام نمر تودع ابنتيها إسلام 7 سنوات وفاطمة 8 سنوات، أقبل على الله يغزو دمشق. الصبر ما في غير الصبر، صبر وصابر، صبر وصابر، وانتم الاهلون ان كنتم امي صدقتي. الله يجزيك الخير يا رب. شلون عم تبعتي بناتك يا ابن عمر؟ ما عاد في حدا صغير، لانه هلا الجهاد فرض على كل مسلم، كبير صغير نساء رجال. فعن اي دين وعن اي شريعه يتحدثون؟ وفي ليبيا لم يتوانى داعش عن ممارسه اساليبه القذره، فشهدت بنغازي على مر 3 أعوام قصف عشوائي استشهد على إثره أطفال من المدينة، كما أن تجنيد التنظيم الإرهابي لعدد من الأطفال واستخدامهم في عمليات التصفية والقتل والاحتداء عليهم جنسيا جرائم بشعة وأفعال وحشية لا تبرر إلا في منهجهم، والذي يدافع عنه في وسائل إعلامهم وتطلق حملات آخرها أنقذوا أطفال قنفودة. وبالفعل وبعد سيطرة القوات المسلحة أنقذت هذه الأرواح البريئة. أنس الطيرة أحد ضحايا داعش بقنفودة ممن غرر بهم وجروا إلى الإرهاب على يد قادة داعش وأبرزهم مختار برزيزة، والذي يعد أبرز الإرهابيين والمدبرين لعمليات الاغتيال في المدينة.
أنس ودون أي رحمة أو مراعاة لشرع الله وللمواثيق الإنسانية وحقوق الطفولة تم الاعتداء عليه جنسيا، هو وغيره كثر ممن تحتجزهم هذه الفئة، واستخدم كمساندا لقوتهم الظلمية التي كانت تجعل الأطفال تشرف على عمليات التصفية والذبح. اغتصاب الطفولة وزرع الفكر المتطرف وتحويل أطفال إلى مجرمين متطرفين، هذه أفعال من تعالت صيحاتهم لإنقاذ أطفال جنفودة. لم يعلموا بأن صرخات الضحايا أقوى من دنس إرهابهم وشعاراتهم الواهية. صفاء الحاسي، ليبيا الحدث. عثرت يوم أمس الكتيبة 152 مشاعلية على ذخائر كانت مخبأة في أحد الحفر جنوب منطقة السدرة. جاء ذلك خلال قيام الكتيبة بدوريات واسعة جنوب وغرب ميناء السدرة النفطي. اعترف الإرهابي إبراهيم بونوارا وهو الأخ الشقيق لقائد مجلس شورى أجدابي الإرهابي الكيلاني بونوارا بمشاركته في أكثر من 40 عملية اغتيال، بالإضافة إلى عمليات قتل وخطف طالت مدنيين ونشطاء مجتمع مدني ورجال دين. هذا وبين مكتب التحري والقبض التابع لغرفة عمليات أجدابي أن الإرهابي إبراهيم بونوارا تم القبض عليه في مدينة الجفرة بعد ورود معلومات من قسم التحريات عن تواجده بها بعد هروبه من مدينة أجدابية وسط البلاد. تواصل سرية الجراد التابعة لغرفة عمليات عمر المختار دك معاقل الإرهابيين في منطقة الظهر الحمر بإشراف آمر المجموعة. وقامت مقاتلات سلاح الجو الليبي بقصف تمركزات تابعة للجماعات الإرهابية في منطقة الظهر الحمر والحيلة، وذلك بأمر من آمر مجموعات عمليات عمر المختار، حيث كبدتهم القوات الجوية خسائر في الذخائر والمعدات. من جهتها قامت سرية المدفعية باستهداف مواقع الجماعات الإرهابية بحوش برويحة، أدت إلى مقتل 7 إرهابيين في عين مارا وصطبا، حيث سيطرت القوات المسلحة على مواقع متقدمة في تلك المحاور كانت الجماعات الإرهابية قد سيطرت عليها الأيام الماضية. زار أمير حرس المنشآت النفطية مركز تدريب الأبيار تفقدا لأوضاع المتدربين في المركز، وكان في استقباله مدير الإدارة العامة للتدريب وأمير مركز تدريب الأبيار وضباط وضباط صف ومعلمي المركز، مشيدا بدور القوات المسلحة في تحرير البلاد وتطهيرها من دنس الجماعات الإرهابية، منوها إلى أهمية التدريبات الميدانية التي تؤهل المدربين لدخول الميادين العسكرية، مثنيا عفوا على حسن تدريب وانضباطهم. يذكر أن مجموعة من المتدربين انتسبت لجهاز حرس المنشآت النفطية وفقا لأمر القيادة العامة للجيش الليبي. في ظل تقدم القوات المسلحة وبسط سيطرتها على أغلب المناطق التي كانت تحت قبضة داعش في بنغازي، تواصل القيادة العامة للقوات المسلحة تدريباتها العسكرية للجنود والطلبة ممن أرادوا الانضمام لهذه المؤسسة، حيث تشهد عدة مراكز تدريب تخريج دفعات عسكرية ذات معايير عسكرية رفيعة المستوى. وفي إطار دعم المتدربين تتوالى الزيارات من الشخصيات الاحتبارية العسكرية والأمنية للطلبة، حيث قام آمر حرس المنشآت النفطية العميد مفتاح المقريف بزيارة تفقدية لمركز تدريب لابيار، استقبله فيها مدير الإدارة العامة وآمر وضباط وضباط الصف بمركز التدريب، أثنى من خلالها على الانضباط والانصياع للأوامر العسكرية، مؤكدا بأنهم أساس بناء الدولة. انضباط وحزم وأوامر عسكرية وقيافة مشرفة، هكذا هم جنود المستقبل من سيكملون ما بدأته القوات المسلحة من حرب على الإرهاب.
قامت عدة شركات إيطالية نفطية بزيارة للهلال النفطي رفقة شركة لاثرون للخدمات النفطية، وذلك بهدف بحث إبرام مجموعة من العقود تخص الخدمات النفطية في ليبيا. وتخلل الزيارة عقد ورشة عمل بشركة الخليج العربي للنفط بحضور مدراء الإدارات من شركة لاثرون مع مجموعة الشركات الإيطالية، ومنها شركة كاند أويل وشركة تكنو فيديو وشركة جلوبال بايب وشركة إن جي فالفا. يذكر أن شركة لاثرون للخدمات النفطية هي الوكيل الحصري للخدمات النفطية في ليبيا والممثل لعدة شركات أجنبية نفطية. مندوبين في ليبيا اللايفكو. المزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف المهندس في شركة الأثرون للخدمات النفطية سند الفاخري. سند، أهلا بك. مرحبا. أطلعنا في البداية على هذه الزيارة التفقدية التي قامت بها الشركة رفقة عدة شركات إيطالية إلى الهلال النفطي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه الزيارة كانت في إطار إبرام أعمال وعقود هنا داخل ليبيا برعاية شركة لاثرون للخدمات النفطية، شركة أسست في سنة 2013 برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ إدريس الشاعري. الشركة هذه طبعا الهدف متاعها طبعا إنشاء وإبرام العديد من العقود والقيام بعروض لشركات كبرى. لدينا العديد من الشركات الأخرى التي لدينا نحن في ليبيا كوكلاء وممثلين حصريين لشركات كبرى في العالم غير إيطاليا. عندنا هذين ممكن مجموعة من شركات بجد من إيطاليا، وعن طريق الاستضافة هذه بنفقة خاصة من شركة لاثرون للخدمات النفطية. والهدف متاعنا نشاط وكسر حاجز الخوف وتغيير وجهة النظر للعالم في نطاير في الكرت الذوني هو الهلال النفطي الليبي. تفضل يا استاذ. نعم نعم سند، هل بالفعل تم تحديد شركات معينة لإبرام عقود معها لإعادة تشغيل الحقول النفطية أو زيادة إنتاج الحقول النفطية؟ طبعا نحن كشركة وبضيافة لدينا الشركات اللي نحن استدعينا ليبيا، وفي هذا الوقت بعد تحرير الموانئ النفطية بالكامل، الهدف متاعنا يعني إعادة البنية التحتية في ليبيا، سواء كانت في الحقول النفطية سواء كانت في الموانئ النفطية، كذلك في المنشآت السطحية الخاصة بالتصفية ويعني المصافي النفطية، سواء كانت يعني في البريغا في راس العنوف او كانت في كذلك في مصفات الحريقه الموجوده في طبرق. الهدف متاعنا يعني تغيير وجهه النظر، وكذلك يعني استجلاب تكنولوجيا حديثه يعني اقل حجم واكثر انتاجيه واكثر فاعليه على الارض. وطبعا مبسوطين جدا، وهم ايضا يعني غيروا وجهه نظرهم بالكامل على شن صاير في ليبيا خاصه في الشرق الليبي، ان هم خاصه يعني جو عن طريق مطار الابرق وجو في الليل وصارت بهم يعني مقلب بسيط، يعني ان العزله يعني طيرتهم فلقت في الساعه 4 في الليل واستغربوا ان ما فيش حد دورهم. كانت الطريق امنه، الناس مرحبه بهم، كانت الناس بشوشه كذلك. بعدين كانت لنا عند وصولهم لبنغازي كانت لنا اول لقاء واول عرض في شركه الخليج، وبعدين كمان العرض الاول بشركه الخليج بحضور مدراء الإدارات ومدراء الأقسام في شركة الخليج. كذلك الجولة الثانية في اليوم الثاني كانت في راس العنوف، وصلنا راس العنوف الساعة 2 في الليل على فكرة، يعني يوم الأربعاء. كانت الأمور كويسة، قمنا بعروض ممتازة، كان في هناك نقاش وورشة عمل ممتازة جدا. المتحدث على الصعيد النفطي، على الصعيد التوقيت من الخارج، على الصعيد التوريد. نعتذر منك السيد سند المهندس سند الفاخري لضيق الوقت في نشرة الأخبار. شكرا لك الناطق الرسمي باسم أو معنا المهندس في شركة الأثرون للخدمات النفطية، شكرا جزيلا لك.
نفى مدير أمن جيمينس سلوغا الأخبار المتداولة بشأن تعرض بوابة جيمينس مساء السبت لهجوم مسلح من قبل مسلحين مجهولين، وأكد أن ما حدث في البوابة هو مشاجرة بين عدة أطراف وهي معلومة لدينا، لافتا إلى أنه تم ضبط هؤلاء الخارجين عن القانون وهم الآن قيد التحقيق. وطالب اللواطي كافة وسائل الإعلام بعدم تناول الأخبار التي من شأنها بث الخوف والفتنة بين أبناء الوطن والتي من شأنها أيضا زعزعة أمن الدولة. سيرت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية وبعض مدراء الإدارات والمكاتب بديوان الهيئة وبعض مدراء مكاتب الأوقاف التابعة للهيئة العامة للأوقاف قافلة مساعدات للقوات المسلحة العربية الليبية المرابطة بالهلال النفطي، وكان في استقبال القافلة بعض أعيان ومشائخ مدينة جدابية الذين رافقوا القافلة حتى مدينة البريغة ثم رسلنوف. وقامت الهيئة بتسليم القافلة لغرفة العمليات بالهلال النفطي دعما للقوات المسلحة الليبية في حربها ضد الإرهاب. نظم مهجرو مدينة تورغا في ساحة الكيش في بنغازي أمس وقفة احتجاجية طلبوا من خلالها العودة إلى مدينتهم بالإضافة لإطلاق سراح سجنائهم لدى الميليشيات الإرهابية في مدينة مصراتة. يذكر أن الميليشيات التابعة لمدينة مصراتة هجرت أهالي تورغا بعد الإطاحة بنظام القذافي في عام 2011 حيث منعوا من العودة لمدينتهم من قبل بعض الميليشيات المسلحة في مصراتة التي هدمت بيوتهم وهددتهم بالقتل والسجن في حالة عودتهم. ويصل عدد المهجرين من تورغا إلى 40,000 مواطن قتل منهم ما يقارب عن 170 لاتهامهم بالقتال في صفوف القذافي خلال انتفاضة 17 من فبراير. نحن أهالي تورغا نبارك انتصارات الجيش الليبي وقيادته الحكيمة الرشيدة والذي ضحى بالغالي والنفيس وبكل بسالة وشجاعة وكفاح وإخدام عبر ملحمة الكرامة التي استثمرت تاريخ البشرية. وإذ نؤكد على حق عودة أهالي تورغا المهجرين قصرا لديارهم طبقا لقرار مجلس النواب دون أي قيد أو شرط تحت حماية الدولة الليبية والمتمثلة بالقيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة أبو القاسم حفظه. وإذ نناشد مجلس النواب والحكومة الليبية والمجتمع الدولي بإيجاد حل سريع لما يتعرض له أهالي تورغا المهجرين قسرا من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان داخل السجون وفي المخيمات وأمام كافة المؤسسات العامة، والإفراج عن كافة المعتقلين والإفصاح عن مصير المفقودين. نطالب الحكومة الليبية المؤقتة بتوفير إقامة لائقة للأسر المهجرة قسرا وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية داخل المخيمات وخارجها لأهالي مدينة تورغا طيلة بقائهم خارج مدينتهم. وإذ نطالب مجلس النواب والحكومة الليبية المؤقتة والأمم المتحدة بإيقاف الاعتقالات التعسفية والتعذيب والقتل والاعتداء على المخيمات للمهجرين من أهالي مدينة تورغا على الهوية. اقتحمت ميليشيات مسلحة في العاصمة طرابلس مقر السجل المدني بالمدينة وقبضت على مجموعة من العاملين به، وجاء ذلك لرفضهم للقرار الصادر من المجلس الرئاسي غير الدستوري بتكليف إدارة جديدة لتولي مهام الإدارة العامة للسجل، كما أصدر العاملون بيانا رافضا لكل قرارات الرئاسي المرفوض باعتباره جسم غير دستوري في البلاد. نشرتنا مستمرة نتابع فيها بعد الفاصل. الوضع في ليبيا على رأس مشاريع القمة العربية بالأردن.
إمام سرية الفتح بولاد بريك بالعربان إلى الكتيبة 60 بن وليد. لجنة الطاقة في مجلس النواب تصدر بيانا بشأن تشكيل ميليشيات سرت. داعش جند أطفال ومحاربون صغار للعمليات الإرهابية في بنغازي. أهلا بكم من جديد. قامت قوة عسكرية في وقت متأخر من ليل السبت بجولة تفتيشية على مستشفى الجزيرة للعظام والجراحات التخصصية في منطقة يدر في مصر بعد تلقيها معلومات عن وجود مجموعة جرحى أجانب في المستشفى. وعثرت المجموعة على مجموعة جرحى من عناصر المعارضة الشادية أصيبوا في معارك الهلال النفطي. بحوزتهم ملابس عسكرية قامت الشاديون بإخفائها بين ملابسهم، كما عثروا على مبالغ مالية تقدر ب4000 دينار ليبي في حوزة كل منهم. وأقرت المجموعة التشادية بأنهم قد أصيبوا في معارك رسلانوفا منتصف مارس الجاري أثناء قتالهم في صفوف سرايا إرهابي بنغازي وبانتمائهم للمعارضة التشادية. شرعت مديرية أمن جردس العبيد في استقبال ملفات الراغبين في الانتساب إلى وزارة الداخلية والتجنيد، وذلك بإشراف لجنة قبول في الإدارة العامة للتدريب التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة وبالتنسيق مع مكتب تجنيد الشرطة. وأفاد مراسلنا أن المقابلات الشخصية وإجراءات الفحص الطبي ستقام بالمديرية وفقا لشروط التجنيد في القانون رقم 10 لعام 1992، مشيرا إلى أنه سيستمر عمل اللجنة لمدة يومين متتاليين بساعات الدوام الرسمي، حيث ترغب اللجنة في تجنيد عدد 600 جندي. في هذا اليوم المبارك أولا نرحب بقناة الحدث الأستاذ علي الرهبان على حضوره إلى مقر مديرية أمن جردس العبيد، حيث تشرفنا اليوم باللجنة المكلفة من وزارة الداخلية من الإدارة العامة للتدريب بشان تجنيد طلبة جدد لصالح مديرية أمن جردس العبيد، حيث حضرت هذه اللجنة برئاسة العقيد زايد عبد النبي والرائد مصطفى الهدل ولفحص الملفات والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية المطلوبة لدى المجندين. حضرنا اليوم في مقر المديرية، وكما تشاهدون الآن المقابلة الشخصية للطلبة والمجندين جدد، نتمنى لهم التوفيق. أصدرت حكومة الوفاق المرفوضة قرارا بصرف مكافآت شهرية للمشاركين فيما يسمى بعملية البنيان المرصوص تعادل 4 أضعاف مرتبات جنود الجيش الليبي، حيث سيتم صرف 2000 دينار لكل مقاتل في هذه الميليشيات في محاولة لخلق عدو قوي للجيش الليبي واستمرار استراتيجية استدامة الفوضى ومنع قيام الدولة. انطلقت اليوم الأحد بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالعاصمة الأردنية عمان اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها 28، وناقش المجتمعون البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع أبرزها قضايا الإرهاب وعلاقته بالتنمية الاجتماعية، إضافة إلى ملف اللاجئين والنازحين وأجندة تنمية المرأة بالمنطقة العربية. كما استعرضت الاجتماعات مجموعة من التقارير الصادرة عن المنظمات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى التحديات التي تواجه الاستثمار والتجارة البيئية وتحديات الانتعاش الاقتصادي بعد النزاعات في الدول العربية. كما يبحث الاجتماع الخطط التنفيذية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي للمرحلة الثانية 2016-2017. مفاد قناة ليبيا الحدث بالقمة العربية رجب بليبلو لمعرفة تفاصيل أكثر حول اجتماعات اليوم. رئاسة بالأمس أنكم ترحبون بشرعية في ليبيا، وهي شرعية ما ينبثق عن حوار صخيرات الذي تقرر بالمملكة المغربية.
الشرعية أقرت بأن البرلمان الليبي هو الشرعي وهو هرم السلطة، والذي رفض بدوره حكومة الوفاق المرفوضة من قبل البرلمان. كيف ترحبون بحكومة مرفوضة من شرعية الدولة؟ أيضا يعني جامعة الدول العربية هل ستكون سبب في حل الأزمة أم ستزيد الأزمة تعقيدا؟ أنوه فقط بأن مجلس النواب سحب نفسه من هذه الاتفاق بعد مباركة ميليشيات الرئاسي بالهجوم على الهلال النفطي يعني منذ قرابة 14 يوم. شكرا. أخي الكريم، نحن ندعم الشرعية لأننا على قناعة أن هذه هي الطريقة الأفضل لعودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا. نعلم تماما أن هنالك كثير من الاجتهادات والتباينات بين القوى الشقيقة الليبية المختلفة، لكن نحن كقمة عربية وكدول عربية معنيين بشكل أساسي بدعم مخرجات اتفاق الصخيرات، والتي نعتقد أنه حتى لو كان هنالك نقاشا وطنيا ليبيا حولها يجب أن يستمر الأمر بالالتفاف حول مخرجات ذلك الاتفاق، لأنه الأكثر قبولا لدى القوى الليبية المختلف. نعم، بالنسبة للحديث عن قمة العربية في دورتها 28، لا زالت كاميرا ليبيا الحدث والفريق متواجد في الأردن وتحديد منطقة البحر الميت لتغطية أحداث هذه القمة. الأبرز الملف الليبي وهو ما يخص الصحافة الليبية أو مفادين القنوات الليبية. ليلة الأمس كان هناك حديث عن دعم للشرعية من قبل معالي الوزير محمد المومني، تحدث بأنه نحن ندعم الشرعية المتمثلة في كل ما يخرج عن حوار الصخيرات. هذه الشرعية هي تتمثل في حكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب، والتي أقر بأنها هي من ستمثل الدولة الليبية في هذه القمة. اليوم أيضا سألت نفس السؤال، كيف يتم الترحيب بهذه الحكومة وهي أساسا مرفوضة؟ قال بأن الجامعة الدول العربية تهتم بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ولا سيما من يمثل ليبيا هو حوار الصخيرات وكل ما خرج عن كل هذه الأشياء تأتي سلبا على الشارع الليبي الذي يعني أقر بأن هذه الحكومة مرفوضة بعد أن خرجت العديد من المظاهرات في الشوارع والميادين الليبية ترفض حكومة الوفاق، وأيضا رفض البرلمان الليبي، ولا سيما بعد الهجوم الأخير من قبل ميليشيات باركها المجلس الرئاسي غير دستوري بأنها هي من قامت بالهجوم، وقام مجلس النواب بعد ذلك بسحب كل الاتفاقيات بموجب قرار الصخيرات بعد أن عقدت جلسة بمدينة طبرق. ولكن يعني هل يعني السؤال المطروح والذي سنسأله على القائمين على هذه القمة في قادم الأيام، هل ستكون جامعة الدول العربية هي جزء من حل الملف الليبي أم ستزيد الأمر تعقيدا؟ أيضا يعني أبرز ما نقش في قمة اليوم أو في جلسة اليوم، تحدثوا عن اتفاقيات اقتصادية، قوانين جمركية موحدة سوف يتم رفعها ليوم الأربعاء القادم لرؤساء وزعماء العرب ليناقشوا ذلك. أيضا الحديث كل الحديث عن دولة فلسطين وحل الدولتين، أيضا الاتفاقات والمعاهدات الدولية، وأيضا تحدثوا على أن يجب على دولة إسرائيل أو كيان أو مثلا الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يتخذ موقف اتجاه كل ما يفعله في دولة الفلسطينية. كل هذه الأشياء تأتي في ظل ما تحدث عنه اليوم وزراء الاقتصاد. أيضا هناك حديث عن وصول عدة مبعوثين دوليين، يعني دمستورا كان حاضرا، أيضا لربما في قادم الأيام أو خلال اليومين القادمين سوف يحضر مارتن كوبلر وهو ممثل الأمم المتحدة في الملف الليبي. كل هذه الأشياء ستناقش يوم الأربعاء عندما يلتقي زعماء والرؤساء العرب للحديث أو لوضع حلول للأزمة الليبية أو لربما حتى باقي الملفات العربية. وصل إلى بلدية بني وليد أمس الأسرى المحررون من الجماعات الإرهابية من منطقة جنفودة في بنغازي على متن طائرة قادمة من مطار بنين الدولي، وجاء وصول الأسرى عقب الإعفاء عنهم من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة واستكمال التحقيقات اللازمة معهم. وجاءت هذه الخطة بعد 3 أشهر من السعي والمتابعة ودعم العديد من القبائل، حيث استطاع وفد المجلس الاجتماعي بني وليد تحقيق الهدف
الذي جاء من أجله إلى مدينة بنغازي، وهو الإفراج عن أسرى قنفودة الذين كانوا رهائن لدى الجماعات الإرهابية التي كانت تستخدمهم كدروع بشرية. يشار إلى أن الأسرى كانوا معتقلين منذ عام 2011 في بنغازي، ونقلتهم الجماعات الإرهابية إلى قنفودة عام 2014 بعد انطلاق عملية الكرامة. بارك منتسبو جهاز الحرس البلدي في مدينة المارج الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة ضد الجماعات الإرهابية بقيادة المشير خليفة حفتر وتحريرها للموانئ النفطية وغربي مدينة بنغازي من سرايا إرهاب بنغازي المتحالفة مع تنظيم القاعدة ومجلس شورى بنغازي الإرهابي أنصار الشريعة سابقا. نحن منتسبي مركز الحرس البلدي المرج من ضباط وضباط صف وأفراد نبارك انتصارات القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة سيدي المشير خليفة بن قاسم حفتر وسيدي اللواء عبد الرازق الناظوري رئيس الكار العام والحاكم العسكري درنا بن جواد على الانتصارات التي حققتها قواتنا المسلحة العربية الليبية ضد الدواعش تكفيرين وتحرير الهلال النفطي. عاشت ليبيا حرة موحدة. منتسبي مركز الحرس البلدي المرج المدينة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن منتسبي مركز الحرس. ولم يبقى إلا التذكير بأبرز عناوين الأخبار. انضمام سرية الفتح بأولاد بريك بالعربان إلى الكتيبة 60 بن وليد. لجنة الطاقة في مجلس النواب تصدر بيانا بشأن تشكيل ميليشيات سرت. داعش جند أطفال ومحاربون صغار للعمليات الإرهابية في بنغازي. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب تيليجرام. بإمكانكم أيضا تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هواتفكم المحمولة، كما يمكنكم متابعة البث المباشر على موقع القناة الرسمي ليبيا الحدث .tv. لكم مني أطيب التحايا، إلى اللقاء.